المسألة الثالثة فيما يخص هذا الأمر، أن النيابة العامة قد أرفقت وأضافت حالة الاقتران في واقعة هذه الدعوة. أقول أن ملاك الأمر فيها أيضا لمحكمة الموضوع إن رأت أن هناك اقتران على اعتبار أنه ظرف نفسي وظرف زمني وإن تعاصرت. إلا هناك شرط مجهول في هذه الواقعة لم تقم النيابة العامة أن تجد وتشتد وتحتد في إثباته على اعتبار أن الفاعل لكل الجرائم مغاير، فلم يكن هناك اتحاد أو اتفاق بين المتهمين إلا فيما أردت من أن هناك سرقة من الإسرار. وأقول في حكم المقضي الأشهر في هذه المسألة في 1944 فيما قضت محكمة المقضي أن حالة الاقتران هنا ليست ظرفا، حالة الاقتران ليست ظرفا لأنها خروجا عن القواعد العامة الواردة في المادة 32. فهذه الحالة تستوجب ألا يكون هناك سبق إصرار ما بين المتهمين على اعتبار أنها حالة طارئة، فلا يمكن لأي حال من الأحوال أن يكون أو يتم الجمع بين سبق الإصرار وبين حالة الاضطرار، خاصة مع اختلاف الفاعلين وتنوعهم. وهناك أيضا مجهولين لم يقدموا إلى المحاكمة، بما يعني أن حالة الاضطرار التي أوردتها في أمر الإحالة غير قابلة ولا محالة. ما نأخذه أيضا على قائمة الثبوت الموفقة في هذه الدعوة من ألفاظ الاتهام العام الرئيس أن النيابة العامة تتكلم عن العلم وتتكلم عن النيه وتتكلم عن التيقن وتتكلم عن القرض ثم تستشهد علينا بشهود. هذه المسائل لا يشهد عليها على اعتبار أنها لا تدرك بالحس الضار لأنها جميعا مسائل يدونها الجانب في النفس، فلا يمكن أن يشهد عليها بمجرد شهود الثبوت والدفاع تمسكت، لأن قائمة شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة